هذه المحاضرة هي امتداد للسنوات الماضية باعتبار أنها بحث متسلسل، موضوعها الأساسي بيان مناقب أمير المؤمنين عليه السلام اعتمادا على قصيدة المعروفة للسيد الخوي رحمه الله المعنونة بعلي إمام البررة. سر اختيار هذا العنوان باعتبار أن شهر رمضان هو ربيع القرآن، وأن أمير المؤمنين عليه السلام هو القرآن الناطق، فكما أنه في هذا الشهر علينا أن نتلو القرآن ونتدبر في آياته، فلا بد من ذكر أمير المؤمنين عليه السلام.